بانكيك الفاكهه. مقاديرنا هتكون عباره عن ايه؟ عندي كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه من اللبن، ربع كوبايه زيت سلايد، عندي 2 بيضه، معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره من السكر. هنحتاج كمان معلقه كبيره من الخميره، معلقه صغيره من الفانيليا السايله، ورشه ملح، وعندنا كمان زيت سلايد علشان ندهن بيه الطاسه بتاعتنا. والحشوه هتكون عندنا كوبايه من الشوكولاته القابله للدهن، وعندنا كمان فاكهه زي ما تحبي، استخدمي الفاكهه اللي انت حباها. دي مقاديرنا، وتعالوا بينا يلا علشان نشوف الطريقه. هاي البوبيت شغال اهو، هوطي بقى النار وارجع الزيت بتاعي تاني على النار وبراحته بقى. ممكن تمام زي الفل، هنخليه بقى على نار متوسطه يكمل تسويته براحته. وهنفتح الخلاط بتاعنا وهنبدا نحط الحليب، عندي كمان البيض، وادي الفانيليا والخل. يبقى انا كده حطيت كل المقادير السايله تمام في البدايه علشان تشغل معانا الخلاط. خلاص حطيناها، هبدا اضيف بقى الدقيق، كوبايه ونص من الدقيق. البيكنج باودر، السكر، وعندي كمان ذرة من الملح، ونضرب ده كله مع بعضه كويس قوي. بسم الله. بمعلقه كده وهبدا انزل الحروف عشان لو في اي دقيق ولا حاجه ولا اي تكتلات تنزل وتمتزج مع باقي المكونات. بس كده، ونرجع تاني نضربه مره كمان. تمام بسم الله. عجننا او خلطنا مقادير البانكيك مع بعض، تعالوا بينا بقى نفضيها في اي حاجه عندنا. عندنا حاجات من دي كتير وبتتباع ومتوفره، هفضيها عشان يبقى سهل عليا ان انا استخدمها. دينا خطوه مهمه جدا جدا في البانكيك، لان هرجع العجينه تاني. احنا نسينا نحط سلايد، يلا بينا هنرجع العجينه تاني عشان لازم نحط الزيت، لانه بيدي طبعا طعم، وغير كده كمان بيدي قوام مميز جدا ما ينفعش من غيره. هحط ربع كوبايه من زيت سلايد تمام كده، وهضرب تاني عشان يختلطوا كلهم مع بعض. بسم الله. زي الفل، كنا ناسيين اهم مكون وما ينفعش البانكيك من غيره. يبقى احنا ضفنا ربع كوبايه من زيت سلايد تمام، وادي القوام كمان ظبط جدا جدا هايل. نقفل بقى وناخد زيت سلايد ونروح على طاسه على النار تكون سخنه. هبدا اضيف شويه من الزيت صغيرين، حوالي معلقه كده، وامشيها واوزعها كويس قوي في الطاسه. نحاول نقلب الدنيا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهمسك بقى الإزازة بتاعتي دي، ودي هتسهل لنا الشغل وهتخليكي تتحكمي في حجم البانكيك. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايزة أعمل بقى ميني بانكيك صغنن خالص. حلو قوي. نجهز بقى حاجه نرفع بيها ونقلب بيها كده. ممكن عندنا حاجه هنا ارفع دي، هايله. شايفين لما الاقي البانكيك بدا يعمل فقاقيع كده على الوش، اعرف كده ان هو بدا يستوي تمام، وان فاضل حاجه بسيطه جدا عشان اقلبه الناحيه التانيه. تمام، شايفين نافش ازاي، حجمه حلو قوي. تمام، هبدا اقلب بقى. واو، شايفين لونه تحفه. يلا طبعا يفضل ان الطاسه تكون ما بتلزقش عشان تبقى سهله معايا في الشغل. اقلب سريعا سريعا كده. الوسط هنلاقيه، يبقى بسرعة نقلب بقى علشان ما يتلسعش معانا. لا دي اتلسعت قوي، هشيلها خالص. تمام، يبقى هو ده اللون اللي احنا عايزينه. شايفين شكله عامل ازاي، بدأ كمان ياخد لون من الناحية التانية. هرفع كده واجيب طبق افضي فيه واعمل غيرهم. طبعا الكمية اللي احنا عاملينها دي هتطلع معانا كتير جدا كده. طبعا الغامق ده لا مش عايزينه. تمام، وارجع تاني دهنة بسيطة خالص بالفرشة اللي فيها زيت، وابدأ احط تاني. يلا بينا. بسم الله. تمام، يبقى احنا نقول مقادير العجينة بتاعتنا تاني. عملنا ايه؟ نهدي النار شوية. كان عندنا قد ايه؟ كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه لبن، ربع كوبايه زيت سلايد، واتنين بيضه، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من الفانيليا، وذره ملح بسيطه، وزيت سلايد برده علشان ندهن بيه الطاسه ونسوي بيه. واهم حاجه ان احنا نحط السوائل الاول، وبعدين نحط فوقيها الدقيق والبيكنج باودر والحاجات اللي هي الباودر، علشان ايه؟ علشان الخلاط يشتغل معانا على طول، يبقى سهل على طول. هنقلب. تمام، هرفع من على النار واقلب، علشان هو مجرد ان انا بدات في واحده فالباقي بيبدا ياخد لون اصعب شويه كده. يبقى كده افضل، لما الاقيه بدا ياخد لون اشيل الطاسه خالص وابدا اقلبها وارجعها تاني الناحيه التانيه. تمام، نرجع النار تاني ياخد لون بسيط من الناحيه التانيه، وهكذا لغايه ما نخلص كل الكميه. تعالوا بينا بقى، شفتوني وانا بعمل البانكيك صغنن ميني كده. تعالوا نشوف احنا عملناه كده ليه. احنا عملناه كده علشان نبدا نعمله في الستيكس زي ما انتم شايفين. وتعالوا بينا نشكل مع بعض كده. دي الشوكولاته القابله للدهن، هبدا اخد كل اتنين هحط كده شويه. تمام، واروح واخده واحده ثانيه ولزقها عليها بالشكل ده. يبقى هلزق كل اتنين مع بعض بالشوكولاته. نعمل واحده كمان كده. تمام، ونلزق عليها واحده ثانيه بالشكل ده لغايه ما اخلص كل الكميه. بعدين هبدا اجيب ستيكس الكبير ده، لو عايزين كبير لو عايزين صغير، عملت كل الاحجام عشان تعمليها براحتك في البيت. هناخد الواحده ونبدا نشبك بقى البانكيك مع شرايح الفراوله، كيوي، موز. ناخد واحده تانيه من البانكيك، وتاني نعيد الكره. ادي فراوله، ادي كيوي، ادي موز،
كده اظن لو عملنا كده للولاد هيعجبوا بيها جدا جدا. احط تاني برضو فراولة والكيوي والموز، واخيرا واحدة بانكيك، وفي النهاية احط فراولية سليمة علشان تديني منظر كده ايه لطيف جدا بالشكل ده. حطها جنب اخواتها، والصغيرين برضو هياخد من البانكيك كده واحدة وفراولة وموز وواحدة فراولة كمان في النهاية كده على قد فرد. تمام، يبقى كده عملنا بانكيك الفاكهة بكل بساطة وبكل سهولة. تعالوا يلا نقدمه بقى. وطبعا لو فضل معاكي كده هتحطيه وتقدميه جنبه، هيبقى شكله برضو لطيف جدا. اللي عايز بقى ياكله بس بالشوكولاتة. هايل جدا جدا، بس كده زي الفل. روق بقى الدنيا علشان نبدأ نقدم أطباقنا اللي احنا عملناها النهاردة. ممكن نوزع الفراولة كمان. حلو قوي، نشيل ده ونجيب مفرشنا. وايه دي، نشيلهم مش مشكلة، يلا خليها كده رايقة اكتر. ايه دي البانكيك، وده كمان كده كويس.